السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بأفضل حال. عدنا وإياكم بدرس جديد من دروس قواعد اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي. معكم الست شهلاء شهيد، معلمة اللغة العربية من مركز تنمية الإبداع الدولي. درسنا لهذا اليوم من قواعد اللغة العربية هو الاسم الموصول. الاسم الموصول، أنا وأنتم الآن نعرف ما المقصود بالاسم الموصول. الاسم الموصول هو الاسم، إذن هو اسم، إذن هو يعد على الاسم من أقسام الكلام. هو الاسم الذي لا نعرف معناه إلا مع ما بعده من الكلام. إذن الاسم الموصول وحده هو اسم مبهم، لا يتوضح معنى الاسم الموصول إلا إذا جاءت بعده جملة، تسمى هذه الجملة جملة صلة الموصول. إذن الاسم الموصول هو اسم مبهم لا يتوضح معناه إلا إذا جاءت بعده جملة، تسمى هذه الجملة جملة صلة الموصول. ما هو الاسم الموصول؟ الاسم الموصول الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، اللاتي. عندي 6 أسماء موصولة، لكل اسم من هذه الأسماء الموصولة استخدام خاص بها. أعزائي التلاميذ، أنا وأنتم الآن نعرف ما هي استخدامات الاسم الموصول. الذي كما ذكرنا، التي، اللذان، اللتان، الذين، اللاتي. الذي نستخدمها مع المفرد المذكر. شلون أستخدمها مع المفرد المذكر؟ جاء الذي. إذن أنا إذا أقصد شخص ولد هو اللي جاء، لكن من اللي جاء؟ إلى هنا متوضح اسم معنى الاسم الموصول؟ لا، غير واضح معنى الاسم الموصول. من اللي إجا؟ ممكن يكون إجا أستاذ، ممكن أن يكون مدرس، ممكن أن يكون مدير، ممكن أن يكون طفل، لكن الجملة اللي راح تجي بعدها هي اللي راح توضح معناه. جاء الذي فاز بالسباق. إذا أنا أجوي مجموعة أشخاص، لكن أنا أقصد من اللي إجا؟ إجا اللي فاز بالسباق. هاي الجملة اللي ما بعد الاسم الموصول شنو أسميها؟ أسميها كما ذكرت جملة صلة الموصول. هاي الجملة عملها شنو؟ إنه توضح معنى الاسم الموصول، توضح معنى الاسم الموصول. ثانياً، التي من الأسماء الموصولة. التي نستخدم التي للمفرد المؤنث. على سبيل المثال، جاءت التي. كيف توضح معنى الاسم الموصول؟ بالجملة اللي تجي من بعده جملة صلة الموصول. فازت بالسباق. إذن توضح معنى الاسم الموصول عندما جاءت الجملة اللي بعد الاسم الموصول. شنو أسمي هاي الجملة؟ نسميها جملة صلة الموصول. بعد من الأسماء الموصولة عندي اللذان. اللذان هي للمثنى المذكر. اللذان للمثنى المذكر. اللتان للمثنى المؤنث. والذين لجمع المذكر. وأخيرا اللاتي لجمع المؤنث. أنا وأنتم أعزائي التلاميذ نوضح في هذه الجملة كيف نستخدم الاسم الموصول مع ما ذكرناه. والآن أعزائي التلاميذ، هذه الجملة: الذي يحافظ على صحته يسلم من المرض. نستخدم هذه الجملة مع جميع الأسماء الموصولة التي ذكرناها سابقا. الذي يحافظ على صحته يسلم من المرض. هذه الجملة استخدم الاسم الموصول للمفرد المذكر. ما هو الاسم الموصول للمفرد المؤنث؟ الاسم الموصول الذي نستخدمه للمفرد المؤنث هو التي، فنقول التي، ونغير على الجملة ما يطرأ من التغيير. التي تحافظ على صحته. شو يصير مع المفرد المؤنث؟ نعم، صحتها يسلم، تسلم من المرض. نعم، زين. بعد التي شنو عندي استخدم للمثنى المذكر الاسم الموصول؟ نعم، اللذان.
اللذان يحافظ. شو صار مع المثنى بإضافة ألف ونون إلى نهاية الكلمة؟ اللذان يحافظان على صحتهما، يسلمان من المرض. نعم، من بعد اللذان شنو عندي الاسم الموصول للمثنى المؤنث؟ عندي اللتان. اللتان يحافظان، شو تصير بالمثنى المؤنث؟ نعم، تحافظان على صحتهما، يسلمان تصبح تسلمان من المرض. نعم، زين، مع جمع المذكر شنو أستخدم؟ أستخدم الذين. مع جمع المذكر نستخدم الذين. استخدمت الذين. الذين يحافظ، شو تصير مع جمع المذكر بإضافة واو ونون؟ يحافظون، إضافة واو ونون إلى نهاية الكلمة المفردة. يحافظون على صحتهم، يسلمون من المرض. نعم، وأخيرا الاسم الموصول اللاتي، نكمل هنا، اللاتي، اللاتي يحافظ، شو تصير مع جمع المؤنث؟ نعم، يحافظن على صحتهن، يسلمن، هاي نون النسوة، من المرض. إذن نلاحظ كيف قمنا بتحويل هذه الجملة، استخدمناها مع المفرد المذكر وغيرنا ما مطلوب تغييره بالجملة، مع المفرد المؤنث وكذلك غيرنا في الجملة، مع المثنى المذكر، مع المثنى المؤنث، مع جمع المذكر ومع جمع المؤنث. وأخيرا أود تذكيركم أن الاسم الموصول هو اسم مبهم غير واضح، لا يتوضح معناه إلا إذا جاءت بعده جملة، عمل هذه الجملة توضيح معنى الاسم الموصول. ماذا تسمى هذه الجملة؟ تسمى جملة صلة الموصول. إلى هنا أعزائي التلاميذ نكون قد أنهينا درس اليوم لموضوع الاسم الموصول. ألتقي وإياكم في درس آخر إن شاء الله. مع السلامة.